الحمد لله، الحمد لله على ما منح وأعطى، وهو الكريم الوهاب. أحمده سبحانه وأشكره، فهو واسع الفضل ومجل الثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، جاء بالحق والحكمة وفصل الخطاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، أيها المسلمون، من معالم العظة والاتعاظ أن تعلموا أن الأعمال بالخواتيم، والسعيد من والسعيد من وعظ بغيره، وكل متعة يعقبها موت فهي هباء. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ومن معالم العظة عباد الله أن يدرك المرء أن الأيام خزائن، وما مضى ولا ذكرى بغير إنابة، ولا انتفاع بغير استجابة. وتأملوا، تأملوا هذه اللفتة من الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله، فهو يقول: فمن كان مشغولاً بالله وذكره ومحبته وطاعته في حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه. ومن كان مشغولاً بغيره في حياته وصحبته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره عند الموت. ولا يثبت إلا أهل الطاعة الصادقون الصابرون، فهم لا تزيغ قلوبهم ساعة الاحتضار، ولا تنال منهم الشياطين شيئا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن مما أوصى به السلف رحمهم الله عند الاحتضار حسن الظن بالله، بأن يظن بما يليق بالله عز وجل وما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، فيرجو رحمة الله وفضله وعفوه وإحسانه وغفرانه وسعة رحمته. ويكون ذلك حين يتحدث الذين حول هذا المحتضر عن محاسن أعماله وجميل ما قدم من خير وفضل. والحسرة، والحسرة لمن لم يكن له محاسن وفضائل يرجوها عند ربه. وحسن الظن بالله هو أعلى درجات التوكل، ولا يتوكل على الله حق التوكل إلا من أحسن الظن به سبحانه. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة ونعمة المجداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
اللهم احقن دماءهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم، وولي عليهم خيارهم، واكفهم أسرارهم، وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم، واعدهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم واشدد أزرهم وقوِّ عزائمهم وثبِّت أقدامهم واربِط على قلوبهم وانصُرهم على من بغى عليهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصُرهم بنصرك، اللهم احفظ اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يُغتالوا من تحتهم، وارحم اللهم شهداءهم واشفِ جرحاهم واحفظهم في أهلهم وذراريهم، إنك سميع الدعاء. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الصهاينة المحتلين ومن شايعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.